مساء الخير يا شباب، صباح الخير. هنبدأ النهاردة السكشن بأن احنا نناقش الحاجات اللي كان عندكم فيها مشكلة في شيت 4. أول حاجة بالنسبة للإكويشن of tangent plane، احنا عندنا الفونكشنز اللي فيها x و y و z. ممكن يبقى عندنا explicit function وممكن يبقى عندنا implicit function. يعني ايه وايه الفرق بينهم؟ لو بصينا هنا في الايكويشن دي مثلا، عندنا الاكس ايكويشن في اكس واي وزد، ما نقدرش نفصل الاكس او الواي او الزد عن الباقيين. يعني ما نقدرش نحطها زد بتساوي فانكشن اوف واي اكس واي، او نفصل الواي ونقول ان هي بتساوي فانكشن في الاكس وزد وهكذا. فدي بيبقى اسمها امبليسيت فانكشن. النوع التاني من الفانكشنز اللي هي الاكسبليسيت فانكشن، اللي هي بتبقى عندنا مباشره ان الزد بتساوي فانكشن في الاكس والواي. طيب ده هيفرق معانا ايه في ايكويشن التانجنت بلين؟ ان احنا عندنا في تو رولز، او هو رول واحد ممكن يتبسط ويطلع عنه رول تاني. اول رول عندنا اللي هو التانجنت بلين تو اف اكس واي زد بتساوي سي ات ا سيرتن بوينت، ليها القانون ده. القانون ده بيحل بيجيب التانجنت الايكويشن اوف تانجنت بلين، سواء الايكويشن اكسبليسيت فانكشن او امبليسيت فانكشن. تمام، ده اللي احنا حلينا بيه في الشيت اللي فات، اللي هو الشكل ده، شكل الايكويشن ده من التانجنت بلين. حلينا بيها على على الامبليسيت فانكشن اللي هي كانت الاكزامبلز عليها اي وبي وسي في كويستشن 1، و دي و اي و اف كانوا explicit functions ممكن يتحلوا بنفس الايكويشن بالظبط، مش هيبقى فيه مشكله. لكن في تبسيط للايكويشن اوف تانجنت بلين دي، في حاله ان الايكويشن الزد كانت explicit function في الاكس والواي. تمام، فده يقدر يحل معانا كل انواع الايكويشن سواء explicit او implicit. لكن لو احنا عندنا السبيشال كيس اللي هي زد ايكوال اف اكس واي، نقدر نبسط الرول شويه ان هو يبقى بالشكل ده، ان الجزء بتاع الاف زد الفيرست بارشل ديريتيف ويز ريسبكت تو زد ملتيبلايد باي زد ماينس زد نوت، البارشل ديريتيف ويز ريسبكت تو زد في حاله الشكل ده من الايكويشن دايما بيبقى نيجاتيف 1. تعالوا نبص عليه حتى هنا في الاكزامبل اللي احنا خدناه. لما ودينا الزد جنب اللين اكس سكوير بلس واي سكوير بقت نيجاتيف 1، الفيرست بارشل ديريتيف كان نيجاتيف 1، عشان كده هنا في الرول دي بتتحول نيجاتيف، دي كلها بقت على بعضها نيجاتيف 1. بقى عندنا زد ماينس زد نوت. طيب هي الزد نوت هي عباره عن ايه؟ لو بصينا هنا، لو قلنا هنا مثلا زد نوت هتساوي ايه؟ اف اكس نوت واي نوت. فممكن دي النيجاتيف نيجاتيف دي تتحول بوزيتيف اف اكس نوت واي نوت، وماينس زد تروح الناحيه الثانيه تبقى بالبوزيتيف. يبقى عندنا الزد بتساوي او الزد بتساوي الايكويشن دي. ده تبسيط للايكويشن الرئيسيه اللي هي دي اللي بتحل لنا الاكسبليسيت والامبليسيت. تمام، فاحنا ممكن نحل بدي على طول ايا كان نوع الايكويشن، وممكن نحل بدي لو هي عندنا الايكويشن explicit function في شكل z equal fxy. اوكي، في السكشن اللي فات حلينا مسألة implicit زي دي، وحلينا مسألة explicit اللي هي زي دي بنفس الرول. لو حبيتوا تحلوها بالرول المبسط اللي هو في حالة ال explicit functions اللي هو بالشكل ده، تقدروا تحلوها وتطلع لكم نفس الحكاية، نفس الريزلت في الاخر، z بتساوي 2x minus 2. هنا برضو وصلنا ان زد بتساوي 2x minus 2. تمام، طيب ايه دخل بقى الـ equation of tangent plane بـ linearization او الـ او الـ approximation؟ طيب اول حاجة هي الـ linearization. الـ equation بتاعت الـ linearization هي الـ equation بتاعت الـ tangent plane. تمام، دي الايكويشن بتاعت اللينيرايزيشن اللي هي ال x y بتساوي f x نوت y نوت بلس f x الفيرست بارشل ديريتيف اوف f with respect to x multiplied by x minus x نوت بلس الفيرست بارشل ديريتيف with respect to y multiplied by y minus y نوت. دي هي الايكويشن اللي احنا لسه متوصلين لها من هنا.
تمام. هو حتى في الكتاب اللي هو كتاب توماس كالكلس شارح الجزء ده كويس, بيقول we find that the plane in z equal l x y is tangent to the surface z equal f x y at the point x naught y naught, thus the linearization of a function of two variables is a tangent plane approximation. تمام, فهي الequation بتاعت linearization هي هي الequation of tangent plane في حالة ان احنا عندنا z equal f x y. تمام. طيب بنستخدم الـ equation of tangent plane أو الـ linearization عشان نجيب approximation أو الـ first order approximation للـ function fxy عند الـ point x naught و y naught. ممكن تتسمى first order approximation أو الـ standard linear approximation. طيب في جزئية تانية برضو كنت عايزة أوضحها, في الـ vectors. في الـ directional derivative احنا عندنا كان المثال اللي حلناها بيقول احنا عند الـ point p نوت تمام x نوت y نوت وهنتحرك في اتجاه الـ vector u. في مسألة في المحاضرة كان الـ vectors مش متحدد بالـ component بتاعه, لا متحدد بالـ start point والـ end point. يعني هنا بيقول how much estimate how much the value of fxyz will change if the point bxyz moves 0.1 unit from p naught straight toward p1. بحنا عندنا ال start point اللي هي p naught وال end point اللي هي p1, ازاي نكون ال vector بتاعنا او ازاي نجيب ال components بتاعت ال vector, ال vector اللي هو p naught p1. ال components بتاعت ال vector بتبقى عبارة عن كل كومبوننت اللي هو الفيرست اللي هو عند الاي والكومبوننت الخاص بالجي والكي بيبقوا عباره عن الكومبوننت اللي فيه الاند بوينت ماينس الستارت. يعني هنا الفيرست كومبوننت اللي هو 2 ماينس 0 يدينا 2, هنا السكند ماينس السكند 2 ماينس 1 تدينا 1, نيجاتيف 2 ماينس 0 تدينا نيجاتيف 2. فهذه components بتاعت الفكتور p نوت p1. ده الحاجات اللي احنا كنا حلناها في الشيت, كانت الفكتور دايما الاورجن بتاعه 0 او هو بيديك الفكتور جاهز فاحنا ما كناش بنكونه, لكن لو مدينا الستارت والاند بوينت فدي الطريقه اللي احنا بنكون الفكتور بيها, ان احنا ناخد كل كومبوننت في السكند بوينت او الاند بوينت ماينس الكورسبوندينج كومبوننت بتاعه في الستارتنج بوينت. تمام. طيب الجزء اللي احنا ما كناش اتكلمنا عليه في السكشن اللي هو الايرور ان ذا ستاندرد لينير ابروكسيميشن. الايرور في الابروكسيميشن ان احنا طبعا احنا عندنا مفروض سيرفيس بلين بناخد بدل ما بنحسب الفاليو بتاعت الفانكشن منها بنروح نجيبها من اللينير ابروكسيميشن باستخدام التنجنت بلين. طيب الايرور بيبقى عباره عن ايه؟ الايرور او الاكسبكتد ايرور بتاع الاكس عند البوينت اكس واي بيبقى الابسولوت ايرور بيبقى less than or equal half m multiplied by absolute value of x minus x naught plus absolute value of y minus y naught all square. طيب الـ M هي عبارة عن ايه؟ الـ M هي الـ maximum value اللي بيطلع لنا من الـ second partial derivative with respect to x with respect to y والـ fxy الـ absolute value بتاعته. أكبر قيمة من دول هي دي اللي بتاخد الـ M بتاخد أكبر قيمة من التلاتة دول. الـ questions في الجزء ده بيبقى إلى حد كبير straightforward. دي أسئلة برضو من كتاب توماس كالكلس. بيقول we'll find the linearization lxy of the function fxy at p naught, then find an upper bound for the magnitude absolute e of the error in the approximation fxy approximately lxy تمام over the rectangle l. هو من هنا مديني ال function fxy equal x square minus 3xy plus 5 وعايز ال approximation at البي نوت اللي هي 2 1. طيب اول حاجه هو كان عايز اللينيرايزيشن اللي هي ال اكس واي زيها زي الايكويشن اوف تانجنت بلين. حابين تجيبوها بالرول اللي هو الجنرال بيحسب اي حاجه
سواء explicit او implicit مفيش مشكلة، عايزين تستخدموا ال simplified rule، لان هنا في الحالة دي عندنا ال z بتساوي f x y على طول، تقدروا تستخدموا ده او ده هيطلع لكم نفس ال result. ماشي، ال x y هي عبارة عن ايه؟ f x نوت y نوت، يبقى هنعوض في الفانكشن ب ال point 2 1، ف 2 square 4 minus 3 times 2 ل minus 6 تبقى negative 2 plus 5 يدينا 3 plus ال f و x او ال first partial derivative with respect to x، انا جايباهم هنا على جنب. ال first partial derivative with respect to x هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى 2 x minus 3 y. طيب لما نجيبه عند ال point x نوت و y نوت، هنعوض عند ال x ب 2 وال y ب 1، هيبقى 2 times 2 ب 4 minus 3 تبقى 1، ده ال value بتاعت f x عند ال x نوت و y نوت اللي هي 1 multiplied by x minus x نوت، ادي ال x minus 2 plus ال f of y عند x نوت y نوت multiplied by y minus y نوت. طيب ال f of y ال first partial derivative لل function عند with respect to y هي هتبقى negative 3 x. هي لما نعمل لها evaluation عند ال point 2 1 هنعوض هنا ب 2 هتبقى negative 3 times 2 negative 6، فهنا بقت نيجاتيف 6 y minus y نوت هتبقى y minus 1. هنبسط الشكل ده هنوصل لي ان linearization equation عبارة عن x minus 6y plus 7. يبقى ده اول حاجة. تاني حاجة بيقول find an upper bound for the magnitude e او absolute e of the error in the approximation fxy approximated by lxy. طيب ال ال equation بتاعت ال upper bound لل absolute value بتاعت ال error هي اللي احنا كنا لسه كانت لسه محطوطة هنا، ال absolute value of e ال error بتاع ال x ال function ال error بتاع ال approximation بيبقى less than or equal half m times x minus x naught absolute value of x minus x naught plus y minus y naught all square. طيب احنا قلنا ان ال m هي ال maximum بتاع ال absolute value بتاع f x x او f x y او f y y، يبقى احنا محتاجين ال f x x وال f y y وال f x y. طيب ال f x x بكام؟ هنعمل ال second derivative هنا with respect to x هيبقى 2. طيب ال f y y second derivative with respect to y ما بقاش فيه اصلا y في ال f y فهتبقى 0. بعد كده f x y هناخد ال f x ونجيب له ال derivative بتاعه with respect to y هتبقى negative 3. طيب يبقى احنا بنقول ان ال m هي الماكسيمم من absolute 2 او 0 او absolute negative 3. طبعا absolute value بتاع negative 3 اللي هو 3 هو اكبر value، فال m هتبقى بتساوي 3. تمام. بعد كده هو بيقول هات ال approximation over the rectangle r. ال rectangle r هو عبارة عن ايه؟ ان ال x minus 2 less than or equal 1 و absolute value y minus 1 less than or equal 0.1. سوري انا قلت دي absolute value x minus 2 less than or equal 0.1. فهنعوض هنا لان احنا بنجيب upper hand او upper bound، ف بنحط اكبر قيمة ممكنة لل x minus 2 وال y minus 2 اللي هي هنا مديها لنا ب 0.1 و 0.1. يبقى عندنا half multiplied by 3 اللي هي value الm، ال x minus x نوت اللي هي ال x minus 2 ال upper bound بتاعها 0.1 plus ال upper bound بتاع y minus y نوت اللي هو برضو 0.1. نحسب الكلام ده هيدينا 0.06. يبقى ال error يبقى ال upper bound for the magnitude absolute e هيطلع في الاخر 0.06. نوع تاني برضو من الاستيميشن بتاع الايرور هو الايرور بتاع مش ايرور الابروكسيميشن، لا ايرور الفاليو بتاعت الفاريبل نفسه اللي هو بيقول ايه؟ بيقول if we move from x نوت y نوت to a point x نوت plus dx y نوت plus dy nearby the resulting change df equal fx and x نوت y نوت multiplied by dx plus ال fy x naught y naught multiplied by dy.
in the linearization of f is called the total differential of f. يعني لو ال value of f change, ال value of x changed by a small amount من x note ل x note plus dx وال y note بقت من y note ل y note plus dy, ايه التغيير اللي هيحصل في الفانكشن بقى اللي عندنا؟ التوتال ديفرنشال في الاف هيبقى شكله عامل ازاي given by الايكويشن دي. تمام, برضو الاكزامبلز عندنا بيقول estimating maximum error suppose that t is to be found from the formula t equal x multiplied by e power y plus e power negative y where x and y are found to be 2 and ln 2 with maximum possible error of dx equal 0.1 and dy equal 0.02. Estimate the possible error in the computed value of t. يبقى هو هنا بيقول ان ال x وال y ليهم maximum error ب 0.1, فمحتاجين نعرف لو ال x وال y فيهم ال error دول ال value of t هيتغير بقد ايه. فهنا t اصلا given by t بتساوي x multiplied by e power y plus e power negative y وال points اللي احنا بنشوف عندها اللي هي 2 و ln 2. طيب يبقى total change او total differential of t هيساوي ال equation اللي احنا لسه كاتبينها هنا. طيب ال f of x عند او ال first partial derivative with respect to x هو عبارة عن ايه؟ دي ال function بتاعتنا ال x power 1, فهتنزل ال coefficient بتاعها ينزل زي ما هو اللي هو e power, هنشيل بقى ال y ونعوض ب ال value بتاعتها عند ال y note اللي هي ln 2, تبقى e power ln 2 plus e power negative ln 2 multiplied by dx. احنا عارفين ان ال maximum possible error في dx هيبقى 0.1. تمام, فلو شلنا ال maximum value, لو شلنا dx وحوضنا بدلها بال maximum value يبقى احنا مش بنجيب ال dt بتساوي كذا, لا احنا بنقول ال maximum او ال absolute change in t هيبقى less than or equal ال value دي, مش هيكتر عن ال value دي لان ال error مش هيكبر عن absolute 0.1. اوكي, plus ال f of y او ال differentiation بتاع ال function with respect to y. طيب احنا هنا ال x دي تعتبر constant فهتنزل زي ما هي عند ال point اللي هي 2 ln 2 فهتبقى ال 2, فال 2 دي اللي هي ال value بتاعة ال x. تمام, بعد كده عندنا e power y derivative e power y, e power y زي ما هي يبقى عند ال point 2 ln 2 هتبقى e power ln 2 plus e power negative y derivative e power negative y. اول حاجة ال e power negative y هتنزل زي ما هي وتتضرب في derivative ال power, derivative ال power with respect to y اللي هو negative 1, فيبقى عندنا negative e power negative y. طيب ال y اصلا بلان 2 فتبقى negative e power negative ln 2 multiplied by ال maximum possible error في ال dy اللي هو 0.02, فيبقى ال maximum possible error in the computed value of t اللي هو ال absolute value of dt هيبقى less than or equal, هنحسب بقى الكلام ده كله كالكليتر عادي, هيدينا 0.31. يبقى ال maximum possible error in the computed value of t هيكون 0.31. فدي برضو مسائل الى حد كبير straight forward, ان احنا عارفين ان لما بيدينا الشكل ده ان هو عايز ال error في measurement مش error في approximation من عندنا, لا. فده بيبقى بنستخدم ال total differential of f. تمام, طيب شوف examples تانية. الexample ده بيقول consider a closed rectangular box with square base as shown in the accompanying figure. يعني عندنا rectangular box زي الموجود في الصورة كده, البيز بتاعه x في x والهايت y. بيقول if x is measured with error at most 2% and y is measured with error at most 3% use the differential
to estimate the corresponding percentage error in computing the box's A surface area B volume. طيب معناه ايه؟ ان هو عايز يستخدم الديفرنشال او التوتال ديفرنشال عشان يستميت البرسنتج ايرور. عكس المسألة اللي فاتت، هنا كان بيقول ال possible error in computed value of t، مش عايز برسنتج، عايز الديفرنشال على طول الدي تي نفسها. هنا عايز البرسنتج، يعني عايز الدي تي كنسبة من ايه؟ كنسبة من السيرفيس اريا او من الفوليوم. تمام، فهنجيب التوتال ديفرنشال في حالة السيرفيس اريا وفي حالة الفوليوم، لكن عشان نجيب الايرور كبرسنتج محتاجين نقسم على السيرفيس اريا نفسها او نقسم على الفوليوم نفسه عشان نجيب الايرور كبرسنتج من الفاليو الاصلي ليه. ماشي. طيب بالنسبة للسيرفيس اريا في ال 3D عندنا نوعين من السيرفيس اريا، حاجة اسمها اللاترال سيرفيس اريا او التوتال سيرفيس اريا. اللاترال ساعات بتسمى سيرفيس اريا بس. السيرفيس اريا هنا المقصود بيها الاربع اجناب. التوتال سيرفيس اريا المقصود بيها الاربع اجناب زائد التوب والباتن. فبالنسبة للسيرفيس اريا اللي هي الفور سايدز بس، هي الايكويشن بتاعتها عبارة عن ايه؟ بتساوي 4xy. ليه؟ لان الاريا هنا x times y، نفس الحكاية في الأربع أجناب، فهتبقى 4xy. ال total differential بتاع ال total differential of a هيبقى dA equal أول حاجة ال first derivative، ال first partial derivative with respect to x اللي هو هيبقى 4y multiplied by dx plus first partial derivative with respect to y اللي هو 4y multiplied by dy. هنقسم الكلام ده على ال a عشان نجيب ال percentage error. فهيبقى عندنا 4y dx plus 4x dy over 4xy اللي هي الفاليو بتاعة الـ a. طيب نبدأ نبسط، الـ 4 هتروح مع الـ 4 والy هتروح مع الy، بقالنا dx over x plus هنا الـ 4 هتروح مع الـ 4 الx هتروح مع الx، بقالنا dy over y. طيب الـ dx over x والـ dy over y هو مدينا الفاليو بتاعتها او مديها لنا، لان هنا قال ان هو if x is measured with error at most 2%، برضو قايل البرسنت مش absolute value، فبرسنت يعني الدي اكس اوفر الاكس، الايرور في الاكس as a percentage of the value of x. تمام، فيبقى هو قايل ان هي at most 2%، ما قاليش هتزيد ب 2% ولا قال لي هتقل ب 2%، وقال لي 2% بس. فعشان كده نحتاج ان احنا نحط absolute value. ليه هنحط absolute value؟ لان مش مديني الدايركشن بتاع الايرور، هل هيزود الاكس 2% ولا هيقلل الاكس 2%. فاحنا هنحط absolute value لل dx over x وال dy over y قايل ان هي 3%، عشان كده هنا حطينا ال absolute value. حطينا less than or equal لان هو هنا بيقول at most، فهو على الاكثر هيبقى ال values دي اللي هي 2% و 3%، فهو يبقى يا اما يبقى ال percentage error في ال surface area هيكون اقل من او يساوي ال 2% دي، لما نحولها عادية تبقى 2 over 100 اللي هي 0.02 plus 0.03، ده هيدينا 0.05. يبقى ال corresponding percentage error in computing the box's surface area إما يكون positive or negative 5%. نفس الحكاية هنعملها مع ال volume. عندنا ال v بتساوي x square y. ليه ال volume يساوي x square y؟ ال volume هو ال width في ال length في ال height. الويتس واللنس عندنا نفس الحكاية، نفس الفاليو اللي هي x و x، فتبقى x square times the height اللي هو y. برضو عشان percentage فاحنا هنقسم ال dv على ال v. ال dv عبارة عن ايه؟ عبارة عن first partial derivative of x اللي هو 2xy multiplied by dx plus first partial derivative of y اللي هو x square multiplied by dy. كل ده divided by x square plus y هتدينا xy، هتطير مع xy يتبقى لنا 2 dx over x plus x square هتطير مع x square يتبقى لنا dy over y. طيب هنا برضو قلنا خلاص ناقشنا ان هو مدينا 2% من غير direction، فعشان كده بنحط ال absolute value. هنا دي المفروض تكون بس less than or equal، مش equal، معلش دي غلطة، دي المفروض تبقى زي اللي فوقيه. ف less than or equal ال dv over v ال absolute value بتاعي يبقى less than or equal 2 times ال dx over x اللي هي ال absolute value of 2% اللي هي 0.02 plus dy over y 3% اللي هي 0.03.
ده هيدينا 0.07. يبقى في الاخر ال corresponding percentage error in computing the boxes volume هيكون يا اما positive or negative 7%.